نحن الآن في زيارة لمقام سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه في بغداد مع الإخوة والزملاء جميعا رضي الله عنهم أجمعين. اللهم ارحمهم وارحم آباءهم وأبناءهم وذرياتهم ومن تبع هديهم إلى يوم الدين، آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. هم السابقون ونحن ان شاء الله بهم لاحقون. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. صلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبع هديه مختم الدين، امين.